اهلا بيكو. فيديو النهاردة هنتكلم عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر. هنتكلم عن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2024. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة، صلوا على النبي، ما تنسوش متابعة القناة واللايك والشير عشان يوصلوا كل فيديوهاتنا الجديدة. سعر الدولار الآن آخر تحديث في البنوك، وهنبدأ أول حاجة بسعر الدولار في بنك قناة السويس. بالنسبة للشراء 48 جنيه 51 قرش، البيع 48 جنيه 61 قرش. سعر الدولار في بنك المصرف المتحد، الشراء 48 جنيه 51 قرش، البيع 48 جنيه 61 قرش. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، الشراء 48 جنيه 50 قرش، البيع 48 جنيه 60 قرش. سعر الدولار في بنك مصر، الشراء 48 جنيه 50 قرش، البيع 48 جنيه 60 قرش. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، الشراء 48 جنيه 50 قرش، البيع 48 جنيه 60 قرش. سعر الدولار في بنك الأسكندرية، الشراء 48 جنيه 50 قرش، البيع 48 جنيه 60 قرش. كده بالنسبة لسعر الدولار الرسمي وآخر تحديث ليه في البنوك. تابعوا القناة عشان يوصلوا كل جديد، وما تنسوش اللايك والشير، ومع السلامة.